عملت النهاردة أحلى فراخ بانيه من غير بيض، والبقسماط ماسك فيه جميل قوي. ادخلوا شوفوا الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هقدم لكم طريقة الفراخ البانيه. هنقول المقادير: نص كيلو صدور فراخ، معلقتين دقيق، معلقتين بقسماط، معلقة كبيرة نشا، طماطمايه وبصله، توابل جوز الطيب، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، كمون، ملح. اول حاجه هنبدا بيها قبل ما اعمل صدور الفراخ بالتوابل، هحط معلقه النشا، معلقه كبيره نشا على البقسماط الناعم، وعليهم عشان يبقى جاهز ان انا احط فيها الفراخ بعد ما ادبلها، وعليهم معلقتين دقيق، واقلب المكونات دي في بعضها تبقى معايا جاهزه. واقلب النشا بالدقيق بالبقسماط. معلقه النشا دي هي اهم حاجه، لان بتخلي البانيه، فراخ البانيه، مقرمشه من بره وطريه من جوه. بعد كده قطعت البصله والطماطمايه في كبه صغيره او مفرمه ثوم صغيره، ونحط عليها برضو معلقة خل صغيرة. بعد كده أفرمهم مع بعض، ممكن تحطيهم في الخلاط بس هي عشان كمة صغيرة نحطها في المفرمة الصغيرة دي. نحطها بقى تتفرم، بعد كده نحط عليها التوابل. كده فرمت الطماطماية مع البصلة، هحط عليهم التوابل: ثوم باودر وبصل باودر، فلفل اسمر، وكمون، وكزبره، وملح، ورشه جوز الطيب. اي توابل موجوده عندك حطيها، حتى لو توابل بسيطه هتطلع حلو. دي التتبيله انا هحط فيها صدور الفراخ. كده التتبيله جاهزه، والبقسماط كمان جاهز. هنبدا بقى، هنجيب شرايح الفراخ. بصي، اي دهون فيها على جنب كده لازم تتشيل. كده اي دهون، دي الدهون دي وحشه، بتبقى فيها زفاره جامده ومش حلوه. وهاجي بقى ايه، ما عندكيش المدق بتاع الفراخ واللحمه، انا هاجي بظهر السكينه كده وافرمها عشان الانسجه تبقى حلوه وتستوي في الزيت. ده ايه، احنا فردناها، القطعة اتفردت حلوة اهي، هركنها واعمل اللي بعدها. شوفلكوا كده حلوة كده. احنا قلنا اي دهون زي كده دي اللي بتبقى فيها زفارة جامدة مبلاش منها، لازم نشيلها. وهكمل باقي الكمية كده، اعمل نص كيلو بنفسنا كده. خلصت نص كيلو الفراخ اللي عندي، فردته اهو بالسكينة، بظهر السكينة. هحطه بقى في التتبيلة. في التتبيلة بقى اوعي تحطي زيت، لو حطيتي زيت هيفك البقسماط من البقسماط، هيفك من الفراخ. دي اهم حاجة، اوعي تحطي زيت في التتبيلة. كده انا حطيت الفراخ في التتبيلة، هسيبها ساعة ساعتين زي ما انا حابة، خلاها في التلاجة. انت ممكن تعملي اي كمية فراخ سواء نص او كيلو، تخليها في علبة بلاستيك في التلاجة في الفريزر، وفي اي وقت حابة تعملي اكل تعمليها، تبقى اسرع وجبة بصراحة. كده انا سبت الفراخ اتبلت كويس في التتبيلة مدة ساعة او ساعتين. هبدأ بقى احطها في البقسماط. هضيف البقسماط دي بمعلقتين الدقيق ومعلقة النشا الكبيرة. معلقة النشا دي سر الخلطة، أهم حاجة، ما بتخليش البقسماط يفك في الزيت، ما تخليهوش يفك من الفريخ. هقلبهم كويس. هاخد بقى الفريخ اللي أنا كنت حطها في التتبيلة، شربت من التتبيلة، حطها في البقسماط كده.
هو المفروض ان انت بتعملي الحاجة السوائل بإيد والحاجة الجافة بإيد كده، وتضغطي عليها كده عشان الضغطة دي مهمة أوي. حطيها بقى في طبق. نعمل واحدة كمان. بصوا الخلطة ما فيهاش حاجة يعني ايه خشنة، عايزة الخلطة ناعمة كده عشان تبقى حلوة كده مع الفراخ. انا خلصت كل كمية الفراخ اللي عندي، عملتها في البقسماط. على ما احط بقى الزيت على النار هحطها في التلاجة. لازم تتحط في التلاجة شوية قبل ما تقليها في الزيت، او لو انت مثلا ما تسيبهاش من بره عشان تبقى مقرمشة معاكي. حطيت بقى ووك على النار او الطاسة اللي هتقلي فيها البانيه، والزيت سخن كده. الزيت سخن، هنزل بقى البانيه واحدة واحدة. لازم الزيت يسخن كويس. النار تحتيه متوسطة، ما تبقاش عالية اوي عشان متحرقهوش. هقلب كده الفراخ كده، هي خدت لون من تحت. كده تاخد لون على الوش التاني. كده خلاص البانيه استوى، خد وش من هنا ومن هنا، هطلعه على المناديل هطبخ عشان تشرب الزيت. بصوا القطع حلوة اهي متماسكة، الكراست اللي من فوق او البصمات ما وقعش من عليها ولا حاجة، عشان على الكنيسه دي تفرق كتير. نكمل باقي الكميه. كده عملنا الفراخ البانيه قليناها، بصوا من غير بيض ولا اي حاجه ما شاء الله، يعني البقسماط ماسك فيها وجميل. ودي طماطم مخللة، تحطي ثوم مفروم، معلقة خل، وتقطعي الطماطم زي ما انت عايزة وتقلبيها فيها، وطبعا لازم شوية مكرونة حلوين كده جنبيها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.